من ريف دمشق معي مازن الشامي مراسل وكالة قاسيون في دمشق وريفها. مساء الخير مازن. 5000 ممن سيتم ترحيلهم بهذه العملية، فيما يتعلق بهذه المرحلة الأولى ما التفاصيل التي تعرفها؟ العدد الذي ضمته هذه المرحلة، عدد الجرحى؟ نعم، مساء الخير. يعني اليوم كالدفعة الأولى بالفعل كما ذكر مراسلكم اليوم التقينا به هناك أثناء توثيق الانتقال إلى الشمال السوري. كان هناك حوالي 20 حافلة توجهت إلى الشمال السوري. طبعا هذه الحافلة تقل ما بين 1000 إلى 1500 شخص. طبعا النظام يقول أن هناك 2200 شخص، طبعا العدد غير دقيق حتى اللحظة. اليوم كان معظم الذين خرجوا هم من المصابين. كان من المفترض أن تكون هناك اليوم ثلاثة حافلة فقط سوف تنقل فقط الجرحى، لكن مع توافد الثوار والمدنيين مباشرة تصور النظام يريد ترحيل هذه العائلات بشكل سريع، أتى بأكثر من 16 حافلة أخرى وتم نقل المدنيين والثوار إلى الشمال السوري. لكن الشيء اليوم يعني الذي حصل اليوم، هناك بعض الثوار والمدنيين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري ودخلوا إلى الغوطة الشرقية مع عائلاتهم، وسوف يتم إخلاء حي قابون بعد غد بشكل نهائي. طبعا اليوم جرى اطلاق نار على المهجرين من قبل احد العناصر الذي يعتبر نفسه انه ثوري، وهو بالاصل لا يتبع لاي عنصر من الجيش الحر. وطبعا الذي اطلق النار هو ابو دحام البلوى، واخوه طبعا معروف في حي القابون بانه هو عضو لجنه المصالحه، حيث قامت المجموعه باطلاق الرصاص. ما الذي نتج عن هذا اطلاق النار هذا؟ نعم، نتج بالفعل سقوط ثلاثة شهداء من الثوار وأيضا من المدنيين، بالإضافة لعدد كبير من الجرحى. طبعا حتى الهلال الأحمر التابع للنظام لم يسعف هؤلاء، مما اضطر فرق الدفاع المدني إلى مباشرة التدخل وإسعافهم وعلاجهم بالأدوات البسيطة. طيب بعد ما بتفاصيل أكثر عما لخصه مراسلنا كما سمعنا بعد قليل وتحدث إلى بعض هؤلاء، 20 حافلة قلت، تقريبا 1500 هذه الحافلات اليوم تحمل، هل من أرقام ولو تقريبية عن عدد الجرحى بينهم المدنيين ومن المعارضة المسلحة بغض النظر عن من رفض وذهب إلى الغوطة؟ طبعا اليوم نحن تفاجأنا بأن النظام كان يسهل أمور الخروج. يعني تصوري غير باقي المناطق، كان في باقي المناطق كان هناك تسجيل لأسماء ومن ثم الخروج. اليوم من يريد الخروج أن يصعد مباشرة، يعني تصوري أي أحد يريد الخروج يصعد بدون تسجيل أسماء. لذلك لم نستطع اليوم توثيق العدد الدقيق للذين خرجوا والذين صعدوا إلى الحافلات. لكن هناك أمرين هامين حصلا اليوم أيضا. يعني اليوم النظام صادر كاميرات لإحدى القنوات الإخبارية كانت برفقة أحد الإعلاميين الذين ذهبوا إلى الشمال السوري. يعني تصوري النظام لا يصادر الأسلحة وصادر كاميرات هذا الإعلامي، هذا يدل على أن حقد النظام على الإعلاميين والناشطين الذين كانوا يوثقون جرائم الأسد. والأمر الآخر والأخير وهو أن النظام اليوم كان يستغل انشغال الأهالي لاستعداد التهجير وقام بالتقدم في أحد نقاطه في حي القابون وقام باعتقال بعض المدنيين وبعض الثوار. أنا أشكرك جزيلا. من ريف دمشق مازن الشامي مراسل وكالة قاسيون في دمشق وريفها.